لو انت بتصحى من النوم ايدك منمله او شغلك فيه ماوس كتير لما تقرفها دراعك كده وايدك تروح منمله ده بيبقى بسبب وجود عضله هنا اسمها سكيلين. العضله دي بيعدي من خلالها الضفيره العصبيه المغذيه للدراع، وكمان العضله دي بتبقى ماسكه من هنا لحد الضلع الاول، فما بتشد بترفع الضلع الاول ده تخليه يضغط على الضفيره العصبيه. تعالى بقى انا اقول لك ازاي تحل المشكله دي، بس بفوطه وتمارين بسيط قوي. هتجيب الفوطه تروح حاططها كده وراك وتروح حاططها كده وتزنق جامد على العضله دي والضلع الاول اللي على اليمين ده، وتروح ماسكهم كده اهو ماشي، وتروح دايس لتحت كده عشان تمسك الضلع ده لتحت وتفصل منه رقبتك كده. اثبت في الوضع ده 10-15 ثانيه، كررها 4 مرات الصبح 4 مرات بالليل. وكمان ممكن الضفيره العصبيه دي تتخنق تحت العضله بتاعت الصدر هنا، وهقول لك ازاي برضو تفتحها. هتيجي هنا عند طرف الباب وتروح سايب ايدك ورا وتطلع كده لقدام وتفتح الحته دي كده، برضو تفضل ثابت فيه كده 10-15 ثانيه 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل، تحس بتحسن في اقل من اسبوع. هذا والله اعلم.